أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. وفريق الإسماعيلي استأنف تدريباته على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، وده ضمن برنامج الإعداد للقاء بلدية المحلة يوم السبت الجاي في إطار منافسات الأسبوع 15 من مسابقة الدوري المصري. وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود ناجي حكم لمواجهة الزمالك والداخلية النهاردة في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري. البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش توجت ببطولة ويندي سيتي اللي استضافتها شيكاغو الأمريكية في الفترة من 21 ل 29 فبراير الجاري. فريق طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمود تريزيجيه اتأهل لنصف نهائي كأس تركيا بعد فوزه على فريق باشاك شهير بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات دور ربع النهائي. وفريق ليفربول فاز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وبكده الليفر اتأهل للدور ربع النهائي من البطولة. كمان تشيلسي اتأهل لربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. فريق مانشستر يونايتد حقق فوز مهم على فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. اتأهل المان يونايتد للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي وضرب ميعاد مع نادي ليفربول. ونادي انتر ميلان فاز على فريق أتلانتا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، وعزز انتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بينما توقف رصيد أتلانتا عند 46 في المركز الخامس. وفريق نابولي حقق فوز كبير على فريق سلوسو بنتيجة 6-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي.